انا لسه كنت بتكلم في في الانترو يا استاذ سامي يا استاذ عصام على انه ميكيسوني قال لك لعيب ما عندوش فكره في الاول خلاص امبارح قالوا حكم عليه بالاداء. لا يا فندم اكمل بس حكم عليه بالاداء. جه قال لك في اول 3 4 5 6 ماتشات لعبهم قال لك يا عم ده ما بيعرفش ده ما بيجريش ده ما بيدي ده بيجري بضهر. مش قالوا كده؟ طب قالوا قصير وبيجري بضهر قصير وبيجري بضهر وما بيعرفش يجري ومش عارف ايه. امبارح ده عظيم ده جامد جدا ده مش عارف ايه ده رائع ده كذا ده كذا. انا بشوف ان ده ولا ده صح ولا ده صح. طبعا لا طبعا لا انا بشوف ان هناك مقومات عشان تيجي كلاعب محترف في النادي الاهلي اعظم نادي في افريقيا بالارقام بالفلطر بالارقام. فانت في مقاومات معينه بالظبط وان انت تخش النادي الاهلي المقاومات دي موجوده وانا في فلاف على نبيب اختبار وانا في فلاف وفي عناصر للتقييم يعني وعناصر للتقييم. فبما ان العناصر للتقييم بما انه ان هو دخل وعدى العناصر دي يا استاذ سامي يبقى هو لعيب جاي ولا هو يعني وحش قوي زي ما كانوا بيقولوا ولا هو زي امبارح 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 لا وانت وانت بتقولها صح على الاقل حتى الان بالظبط. يا كابتن اسلام انا شايف ان ده لعيب جيد جدا يعني طبعا الاراء اختلفت فيه كتير بس انا شايفه جيد جدا ومحتاج وقت شويه يمكن جاي بلد غير البلد ولغه غير اللغه يعني فطبعا انما هو خامه كويسه جدا ومنشط جدا وانا كنت مستغرب شخصيا ان ازاي كان غايب عن طول الفتره اللي فاتت دي مظبوط انا يعني دي نقطه انا مستغربها وزي ما انت قلت في الانترو يعني في كثير من اللاعبين بيحتاجوا وقت شويه الاجانب بالذات عشان يندمجوا وفلافيو كان بيجري كده وفلافيو في ظهره دخل الجول يعني بجد اول هدف جابه جاب يعني اول هدف ما بيعملها طويله كده وبيبص متجاب ظهره داخله بيقول لك ايه ده جول. فطبعا الصبر على هذه النوعيه من اللاعبين مطلوب بس انا طبعا زي ما انت قلت برضه ايه اللي جابه جه ازاي هو جه يعني باراشوت لازم في ناس متخصصه موجوده طبعًا. ناس بتراقبه طبعًا. ناس بتقيمه تقييم جيد جدا ممكن يوافق او لا يوافق لاسباب اخرى مظبوط طيب. انما يبقى ان هو لعيب جيد طبعًا. وانا متفائل بيه جدا جدا.